مفيش دلوقتي رقابة جامدة على الناس اللي بتبيع الحاجات دي، مع ان هم عارفين مواقعها فين وحاجات موجودة فين وبتتباع فين والكلام دوت. بس لو في مثلا المنطقة اللي بتنزل فيها متابعة للحاجات اللي موجودة في السوق والناس اللي هم عارفين ان هم بيشتروها منين وعملوا عليها مثلا حملات والكلام دوت، اكيد حاجات كتير هتتغير يعني في البلد. طبعا انت عارفة ان البلد كلها معظمها كله دلوقتي يعني مخدرات كتير، وبالذات الناس اللي هي السواقين والكلام دوت اللي هم بيبقوا ماشيين على الطريق والكلام ده، وحوادث كتير. والله بص، هو اول حاجه عدم وعي كافي للشباب الموجود، تاني حاجه معظم الناس اللي خدتها ممكن تاخدها لحاجات اغراض تانية، فبعد كده بتتناولها تداوليا بعد كده ادمان، وما بتخش فيها بتحس ان هي خلاص هي مش قادره تبعد عنه او هي عايزه تطلع من الجو دوت وما بتقدرش. بس المفروض يبقى في حمله الصحه موجوده وتواعي وتنزل تعمل رقم ساخن للارقام اللي هي الناس الشباب وعايزه تبطل الكلام دوت وعايزه تطلع من الجو دوت وعايزه تطلع من السيستم اللي هم عايشينه كل يوم. طبعا حاجات من جواهم بتتدمر، فالمفروض يبقى في وعي سياسي. واللي احنا يعني معلش الجيل اللي طالع دوت مش هنقول هو الظلم والكلام دوت، لا، يتجه بقى للبرشام ويتجه للمخدرات والكلام ده، لا، احنا المفروض احنا من نفسينا نغير من نفسينا ونغير ونطلع من جوانا. ان احنا في مثلا يبقى في خط ساخن هيفيد شباب كتير قوي، وناس كتير هتتصل وناس كتير هتطلع من الجو دوت، بس هي بتبقى مبادره من وزاره الصحه ان هي تقدر تتكلم معانا وتقدر تتكلم مع الشباب وتوعيه اكتر مني. طبعا انا طبعا كشاب بتكلم عن شباب كتير قوي مدمرين وعايزين يطلعوا من الجو ده. بعد الناس عن الدين واحد، تاني حاجة ان ثقافة المجتمع دلوقتي الشباب مفيش، الأسرة متفككة، الأب بيجيب لقمة العيش والأم نفس النظام، والغلاء المستمر، وفقدان الشباب مش عارفين ليه هوية خالص، عايش في البلد مش عارف ليه يعرف يعيش في البلد دي ازاي، ولا مستقبل ليه ولا تعليم نافع ولا مش شايف حاجة. حضرتك شايف ان دي اسباب تداول المجتمع؟ طبعا هي بعد الناس عن دينها، مفيش رعاية من الأب والأم للأسرة، الأب طلع ما بيشوفش ولاده خالص، الأم نفس النظام، ما فيش أسر مفككة بسبب الوضع الاجتماعي الموجود حاليا. تداول المخدرات دي بلوى للشباب وبره منيلة، وبعدين طبعا اللي هو بيشرب مخدرات بيصطاد صحابه وبيشجعوا بعض، ولكن لو الواحد بعد عن اللي هو صاحب السوق هيبعد عن شرب المخدرات، لكن كل ما هو في صحاب سوق كل ما هو في شرب مخدرات، فالواحد يبعد بعيد عنهم بأي طريقة. ايه سبب تداول المخدرات؟ نعم؟ ايه سبب تداول المخدرات وبعض؟ الناس اللي ما بيعرفوش ربنا، هو كده الناس اللي ما بيعرفوش ربنا بيهمهم المكسب والفلوس، ما بيهمهمش ان الشباب ده اللي بيتدمر. تدمير الشباب بالنسبة لهم حاجة مش مهمة، المهم ان هم يكسبوا بس، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منهم ومش هيسيبهم. والله ده غلط وده اللي مبوظ الدنيا. شايفه ايه سببه؟ شايفه ان لازم يكون في يعني انهم يمسكوهم من جميع النواحي، ما يسيبوهمش يجوا كده ولا كده، يمشوا كده ويعملوا مخابرات ويشوفوا بيعملوا ايه ويروحوا مقفشينهم. انت شفتي حد بيبيع مخدرات قبل كده او بيتعاطي مخدرات؟ لا، انا شفت الست اللي بتمسح عندنا قالت شافت ايه؟ شافت واحده بتبيع وهي ماشيه بتبيع مخدرات. بتبيع للشباب، يعني هي كده بتقضي عليهم، ربنا يقضي عليها البعيده. كان تعليقك ايه لما عرفتي ده من البوابه بتاعت حضرتك؟ طبعا احنا اتخضينا وبقينا مخضوضين على شبابنا، طبعا وعلى اولادنا اللي في المدارس خايفين عليهم.